أنا القاتل 746، وبعدين حاولت أن أحصل على الذهب والفلوس الكثيرة الموجودة في بروكهيفن. جاءوا 2 أشخاص وهم بشير وحمد، وأنا القاتل 746 وعلي أن أنتقم منهم. لكن أولا سوف أبحث، سوف أجد اليوم على الكنز الموجود الموجود، ولكن هو لقد أخبر الشرطة والملك السابق لبروكهيفن الذهب والفلوس. علي أن أبحث عليه، ومن الأنفصال سوف أتخبى وسوف أدخل من سطح الشرطة وسوف أبحث على كاميرات المراقبة ولي أن أنتقم من حمد بشير. وبشير في الحلقة السابقة كنت لقد خليته زومبي، لكن لقد استطاع الهرب. سوف أذهب الآن. 3 2 1 لقد نزلت الآن في السطح حق مركز الشرطة. لن أنزل لأن الشرطي ليس موجود، وأنا أذهب إلى كاميرات المراقبة. ليتس جو. لقد رأيت الكنز هنا هناك. لن أذهب الآن. لن أذهب الآن. سفاطير. اسمع، لقد وجدت كنز بروكهيفن. أوكي، انتظرني هنا وسوف أذهب يأخذ الذهب والفلوس وجميع الأشياء وسوف أتي لهنا. انتظرني. أوكي يلا، سوف أصير على هذا الكرسي المتنقل. سوف أحرق هذه السيارة. وصاد القاتل 746. أنا القاتل 740. سوف أذهب الآن. أنا أبحث منذ أمس وأنا لم أرى الفلوس والذهب. سوف أذهب. ماذا؟ وهذا الشيء. No, take this. It is money, Brookhaven. وغير لقد حصلت على جميع الذهب والفلوس، ولكن الآن سوف أتصل لزميلي وأقول له أنني لقد رأيت جميع المال تبع بروكهيفن، والآن سوف أتصل به على هذا الرقم. نعم إنه هو. ألو، هلا زميلي، تعال بسرعة، ترى حصلت الفلوس والذهب كل شيء. يلا تعال بسرعة، أنا عند بيت رقم، لا أنا عند بيت رقم 13. يلا بسرعة تعال، أنا بنتظرك. يلا باي. سلم نفسك. اللي قد يذهبوا من 46 احنا الآن راح نسجلك. يلا ليش سويت؟ يلا تعال، أنا سرقت المال والذهب تبع مدينة بروكهيفن وهذا ممنوع، ونحن الشرطة لقد خبأنا هناك. هلا سوف تأتي معي؟ لا سامحني. لا يلا يا بصادير، يلا ودوه قادوا 746 مركز الشرطة إلى السجن. يلا أوكي، حضر. يا الله، ماذا سوف أفعل الآن؟ لا طبعا أديكم خبر مرة حلو، وأنا بشير طلع لي شيء مثل الحلقة. طبعا المتابعين، بعد كل المعاني اللي تبنوها ونحن حاولنا نقبل على القاتل 746 وكل شيء، وأخيرا وبعد حلقتين قدرنا أننا نفوز على القاتل. وطبعا الحين القاتل 746
فش في مركز الشرطة، لكن هناك قاتل جديد سأل يعني حوالي 746 قاتل أو 745. طبعا الحين راح أخبر صديقي حمد وليسكو، خلونا نشوف هذا الرقم. أوكي أنا مو، لا أنا مو هذا، قاعد أغلط في الأرقام، عندي أرقام كثيرة أصحاب كثيرة. أوه هذا رقم حمد، يلا يلا نتصل. ألو كيف الحال؟ أسمع أسمع أدي لك خبر حلو مرة، ترى قاتل 746 اختفى الحين هو في مركز الشرطة، لأن حاول إنه يسرق المال ومع شريك اسمه القاتل 745، حاول إنه يسرق المال والذبح بروك هيفن. إيه وطبعا يمكن أنا ما أصير الملك، لأن طبعا الملك راح يرجع للسابق، راح يرجع لبروك هيفن طبعا هو سافر. يلا باي باي حمد، يلا متابعين الحين طبعا أنا بروح بيتي لأني تعبان، راح يعني ألعب شوي إذا أنا أصدقائي. يلا علي أن أراقب القاتل 746 لكي لا يهرب، وأيضا أنا شخص يعني أشتغل في مركز الشرطة، وزميلي في الشغل الآن في مركز الشرطة ويبحث عن القاتل 745. أوكي وإن شاء الله ما يهرب القاتل 706.